أخبار اليوم نشرة الأخبار. أهلا بكم. السيسي: الشرطة تقوم بدور عظيم في ظروف صعبة لتوفير الأمن والاستقرار. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن رجال الشرطة تقوم بدور عظيم في ظروف صعبة لتوفير الأمن والاستقرار للبلاد، كما أن رجال الشرطة يعملون على ترسيخ دولة القانون. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بأكاديمية الشرطة أنه لا يجب أن تكون هناك ممارسات فردية تؤثر على التلاحم بين الجيش والشعب والشرطة، قائلا: كونوا منصفين ومتجردين أثناء تأدية عملكم. وأشاد الرئيس السيسي بالدور الذي يقوم به رجال الشرطة في حماية أمن الوطن، مشددا على ضرورة أن يكون شعار الشرطة والجيش والشعب يد واحدة وليس مجرد شعار. رئيس الوزراء يخصص عددا من الأراضي لإقامة مشروعات خدمية. قرر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بتخصيص عدد من الأراضي من أملاك الدولة لإقامة عدد من المشاريع الخدمية. كما توجه إسماعيل إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 3 إلى 5 من ديسمبر. وتعد قمة منتدى التعاون من الفعاليات الهامة لتعزيز التعاون الصيني الإفريقي. العليا للانتخابات: عودة جميع القضاة من سيناء بعد أداء مهمتهم الوطنية. أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس عودة جميع القضاة من شمال سيناء بسلامة الله صباح اليوم. وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان أن القضاة عادوا بعد أداء مهمتهم الوطنية بكل نجاح، وإجراء انتخابات الإعادة في المرحلة الثانية، وإعلان الحصر العددي للأصوات في دائرتي العريش وبئر العبد. مصر تصل إلى 90 مليون نسمة مساء الأحد المقبل. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الساعة السكانية بمقر الجهاز ستعلن عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 90 مليون نسمة في تمام الساعة 10:05 مساء الأحد 6 ديسمبر المقبل. وإلى نشرة الأحوال الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة من الاستقرار في الطقس خلال 72 ساعة القادمة. خريفي معتدل دافئ على القاهرة والوجه البحري والمحافظات الساحلية وشمال سيناء والصعيد خلال ساعات النهار، وبارد ليلا على كافة أنحاء الجمهورية. كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة بدون سقوط أمطار، مشيرا إلى أن هناك نشاط للرياح على غرب البلاد، وهو ما يترتب عليه اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. نهاية النشرة. دمتم في أمان الله.